مشاهدي قناة الصحة والجمال في مصر والوطن العربي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله باذن الله زي ما انتم متعودين معايا ان انا جايه لكم باكلات سهله وبسيطه، فاست فود زي ما انتم متعودين، بس انا بحب جدا فاست فود يكون من مطبخ ومطعم ماما، تكون الحاجات نظيفه وكويسه وكمان قيمتها الغذائيه عاليه. يلا بينا بسم الله نتوكل على الله ونشوف معانا ايه النهارده. انا هعمل لكم ساندويتشين، او هنقول ساندويتش وهنقول اكله ثانيه سريعه برده جنب الساندويتش. هنعمل تشيكن برجر او برجر فراخ، وهنعمل كرات الدجاج بالموتزاريلا. تمام كده، يلا بينا. هنبتدي الاول بالبرجر، نشوف معانا ايه لمقادير البرجر. معانا دلوقتي اهم حاجه معانا صدور فراخ انا مقطعاها شاورما وبعد كده فرماها في الكبه. ست البيت اللي ما عندهاش الكبه تقدر تعملها تدقها بايد الهون، مفيش اي مشكله، هتنعم وهتدينا الدرجه دي وهتبقى زي الفل معاكي. معانا ايه كمان؟ معانا بصل مفروم ومعصور كويس قوي، مش محتاجه الميه، بس طبعا ما ترميش الميه بتاعه البصل، شيليها في برطمانات هنحتاجها بعد كده. معانا بقسماط مطحون او ايا كان اللي انت بتستخدميه، زي كده اللي احنا بنتبل بيه الكفر بتاع البانيه. معانا ايه بهاراتنا؟ معانا ملح، فلفل اسمر، بيكنج باودر بتاع الحلويات معلقه، معانا كمان بهارات فراخ، معانا بابريكا، معانا بودر توم، ومعانا بهارات من عند العطار بتاعه البرجر بتدي طعم حلو قوي. معانا بقى شويه حاجات كده لتزيين البرجر زي ما انتم شايفين اهي، جزر، طماطم، بصل، خس وكابوتشا والحاجات الحلوه دي. ومعانا كمان الجبنه شيدر اللي هي مشهور بيها للتشيكن برجر او برجر الفراخ بتاعنا. طيب نبتدي الاول نعمل البرجر الفراخ، نجهزه وبعدين اقول لكم عشان ما تتلخبطوش مني محتاجين ايه بخصوص كرات الفراخ بتاعتنا. يلا بسم الله. هنبتدي نضيف ايه الاول؟ هنبتدي نضيف الفراخ بتاعتنا، وطبعا الفراخ ما تنعميهاش قوي في الكبه عشان تبقى متماسكه معاكي كده على قد ما تقدري. كمان بعد كده هضيف البصل واضيف البقسماط بتاعنا على قد ما تقدري. تكون الحاجات اللي انت بتستخدميها بارده لسه مطلعاها من التلاجه. هنبتدي ندعكهم كده كويس قوي ونبتدي نضيف كل البهار بتاعنا. خلاص كده طيب اهو، هنبتدي ندعكهم كويس جدا جدا. محتاجه قوي ان احنا نخلي كل البهارات وكل الحاجات اللي معانا دي تكون يعني تتغلغل كده في اللحم بتاعنا بتاع الفراخ. خلاص كده احنا عملنا كده. انا ما ضفتش اي حاجه سائله، مش حابه ان انا اضيف اي حاجه سائله. تقدري لو انت حابه تضيفي بيضه تمام، حابه تضيفي شويه كاتشب مفيش مشكله، بس انا بصراحه هوريكي النتيجه دلوقتي لما بتضيفيش حاجه سائله بتكون افضل بكتير. خلاص انا تغلغلت كل حاجه في بعض. هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اقول لك ان كل المنيو بتاعنا والمقادير هتلاقيها دلوقتي طالعه لك على الشاشه، عشان بقى حابه تصوري حابه تكتبي، وسهله جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان كل الوصفات دي هتلاقوها عندي. هينزل لكم دلوقتي لينك صفحتي على البيج بتاعتي الخاصه على الفيسبوك، وكمان قناتي على اليوتيوب. اي حد اتلخبط او حاجه وحابب يعيد الحلقه هتلاقوا كل الحلقات دي عندي في قناتي على اليوتيوب. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا حباها ان انا اسيبها شويه، خليها كده تمتزج بالطعم بتاع البهار. وهنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل طبقنا التاني. تمام، طبقنا التاني سهل وبسيط جدا جدا وبيديكي نتيجه حلوه قوي وخصوصا للاطفال. معانا ايه طبقنا التاني؟ معانا ميكس ما بين صدور الفراخ ومعانا ميكس كمان اوراق الفراخ. انا مقطعاهم قطع وفرماهم برده في الكبه طبعا زي ما انتم شايفين. يا ريت زوم هنا. عايزه اقول لك ان انا مش بنعمها قوي، يعني انا بسيبها على قد ما اقدر عشان تقدر تكون متماسكه معاكي. انا هضيفهم اهو لبعض هنا. عايزه اقول لك ان انا بحبها جدا دي لما بتعمليها بقى في اعياد ميلاد بخصوص الولاد او الكلام ده كله. معانا ايه بقى تاني هيخص الوصفه بتاعتنا؟ معانا ملح، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات فراخ. هنبتدي نضيفهم اهو للفراخ بتاعتنا. المنيو معانا على الهوا. معانا بقى بصل كمان زي ما قلت لك مفروم كويس ناعم قوي وكمان متصفي من الميه بتاعتنا. معانا ايه كمان هنا؟ دي بطاطسايه انا مقطعاها مكعبات اهي. البطاطسايه المتقطعه مكعبات دي انا يا دوب بس قليتها قليه بسيطه جدا جدا في الزيت، قليه بسيطه زي ما قلت لكم معلقه زبده او شويه زيت ذره مفيش مشكله. والقليه دي طلعتها سبتها تبرد وفرمتها في الكبه او اهرسيها بايدك بالشوكه ايا كان بتهرسيها ازاي، المهم تديكي نتيجه البطاطس المهروسه. تمام كده، بس نفس الموضوع هخلي كل البهار ده يتغلغل كده كويس جدا جدا بالخلطه بتاعتنا الجميله اللي احنا عملناها عشان تديكي طعم حلو. طبعا كل ده انا بفضل جدا بعد اللي انا بعمله ده احطه في التلاجة. فيها حاجتين ميزه التلاجة لكده. اول حاجه ان احنا هنخليها تكون بارده معاكي في التشكيل لما نيجي نشكلها زي ما تشوفوا دلوقتي، وهتكون كمان خدت من طعم البهارات بتاعتنا زي ما تكون اتبلت. يلا بينا كده، خلاص احنا خلصنا الطبق ده بتاعنا، هنسيبه يتبل ونرجع لطبق البرجر. هي سهله وبسيطه، انا لو كنت شايفاها صعبه ما كنتش هعمل معاكم كده. تمام، هنبتدي نعمل ايه دلوقتي او معانا ايه؟ طبعا انتوا شايفين البرجر بتاعنا سهلناه بمنتهى البساطه او جهزناه بمنتهى البساطه ازاي. طيب هنعمل ايه في طبق البرجر بتاعنا النهارده ده، او هنشكله ازاي عشان يديكي الشكل بتاع بره؟ تمام، معانا حاجتين دلوقتي هم دول الاساسيين، وعلى ما اعتقد ان هم هيكونوا عندك في البيت. اول حاجه معانا اتصال. الو نورهان، اتفضلي. ايوه السلام عليكم نور، اتفضلي حبيبتي. وعليكم السلام، ازيك حبيبه قلبي؟ الحمد لله، ازيك انت يا حبيبتي؟ منوره الدنيا يا شيف ايمان. الله يخليكي يا حبيبتي، ده نورك ربنا يخليكي. انا نورهان من المعادي يا حبيبه قلبي. انا بكلمك لان انا متابعاكي دايما على اليوتيوب. اهلا يا نور، واهلا بكل اهل المعادي حبايبي واصحابي وجيراني. الله يعزك حبيبه قلبي. اهلا بيكي يا اخلاقك. الله يخليكي يا حبيبتي، واسلوبك الجميل وشرحك المبسط واكلاتك الحلوه حبيبتي ربنا يخليكي، متناول ايدينا والله. والله كتر الف خيرك، مش عارفه اشكرك ازاي، والله مش عارفه اشكركم كلكم ازاي. انا سعيده بحضرتك وسعيده بيكي جدا وبوجودك جدا معانا على ربنا يخليك ربنا يخليكي، منوره الدنيا كلها. ده نورك يا حبيبتي، ربنا يسعد قلبك يا رب ويكبر خاطرك. الله يعزك وربنا يوفقك حبيبه قلبي من نجاح لنجاح ان شاء الله. الله يخليكي يا حبيبتي، كتر خيرك، ميرسي ليكي جدا يا نور، ميرسي ليكي. نجلاء معانا، الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيف ايمي؟ الحمد لله رب العالمين، ازي حضرتك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ انا فرحانه جدا جدا والله، لان انا متابعينك على قناه اليوتيوب بصراحه، وفرحت جدا ان حضرتك معانا على الشاشه. والله العظيم كلامكم ده بيسعدني فوق ما تتخيلوا، ميرسي ليكم جدا جدا ربنا يخليكم. حضرتك بصراحه تستاهلي كل خير يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله، ربنا يكبر بخاطرك ويبارك لك يا رب. يا رب، واكلات حضرتك سهله وجميله ومتناول ايدينا بصراحه يا حبيبتي، ربنا يخليكي والله. ده دايما اللي انا بسعى له، نفسي جدا جدا كلنا نحافظ على قد ما نقدر على صحه اولادنا. طبعا احنا شايفين قد ايه الاكل من بره بيكون مش مفيد. ميرسي ليكي جدا يا حبيبه قلبي، ميرسي ليكي، ومبسوطه جدا بتليفوناتكم الجميله اللي اسعدتني دي. طيب دلوقتي احنا حضرنا ايه او عملنا ايه؟ انا معايا حاجتين زي ما قلت لكم، معايا علبه بتاعه الجبنه المثلثات العاديه خالص. تمام، ما عندكيش العلبه دي، تقدري تجيبي غطا برطمان عادي جدا الحجم اللي انت تحبيه. وعندي كمان جهاز البرجر، جهاز البرجر ده متوفر في اي سوبر ماركت كبير، في اي محل من الادوات المنزليه، مش غالي على فكره. هنعمل ايه؟ هنبتدي ناخد قطعه حلوه كده من البرجر، حاولي على قد ما تقدري تساوي القطعه بتاعتك. هنعمل فيها ايه؟ هنمسكها كده في ايدينا وهنشكلها على شكل كوره اهي. تمام كده، هنعمل ايه بقى بعد كده؟ طيب الاول هنبتدي، هبتدي لكم في علبه الجبنه المثلثات. ليه؟ عشان هي ممكن تكون متوفره عندكم اكتر. انا دهنت، حضرت كيس ودهنت في الكيس بشويه رشه زيت كده، تمام، عشان بس الدنيا تبقى متظبطه معاكي. هعمل ايه؟ زي ما قلت لك هي كوره اهي، هبتدي امسكها وابتدي افردها، كده هنا اهي بمنتهى السهولة وبمنتهى البساطة، مش هتاخد معاكي أي حاجة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، أهي طلعت معانا قطعة برجر جميلة جدا واضحة. يا ريت زوم هنا بس عشان نوري كده ستات البيوت حبايبي قد إيه هي سهلة وبسيطة وهتفرح أولادنا. أرجوكم، أنتوا عارفين إن أنا طالعة هنا وقلت لكم كده المرة اللي فاتت بلاش أكلات الشارع، أنا برجوكم تمام، من فضلكم لو تسمحوا. تمام أهي خلاص كده. طيب هنحضر طبق بس نحطه هنا أهو جنبنا، وهنحط فيه القطعه الجميله بتاعت ايدينا. طيب هنبتدي بقى نعمل معانا هنا في الجهاز بتاعنا ده، برضو الكيس بتاعنا مدهون ما تنسيش، رشه زيت بسيطه. هناخد قطعه، القطعه دي هنكون على قد ما نقدر مساويينها بالقطعه الثانيه، عشان قطع البرجر بتاعتك جوه الساندويتش او في الطبق لو هتعمليها جنب شويه مكرونه بتاعت ال10 دقايق. وكل الوصفات دي هتلاقوها عندي على القناه الخاصه بتاعتي، يا ريت تنزلوا اللينك بتاعها عشان تستفادوا اكتر. اهي قطعه بسيطه هنبتدي نضيفها هنا اهي، وهنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي نضغط بيها بالجهاز بتاعنا ده. تمام، هنبتدي نطلع القطعه بتاعتنا بمنتهى السهوله خالص اهي. قطعه يا ريت زوم من فضلكم، سهله وبسيطه جدا، اخدت معانا وقت، ما اخدتش اي وقت يا ماميز او يا انسات. تمام، يلا هنبتدي بقى نسيبها هنا. تمام، عملنا ايه هنا؟ انا حضرت معايا جريل ضفت له شويه زيت زيتون كده بوصات خالص وسايباه يسخن على النار. يا ريت زوم عشان عايزه ابين ان انا يا دوب بس رشيت رشه زيت زيتون ودهنت الجريل دهنه بسيطه جدا. تمام؟ طيب هنسيبه بس على بال ما يسخن معانا. هنبتدي نحضر الكرات بتاعتنا برضو اللي احنا محتاجين نجهزها دلوقتي. طيب الكرات بتاعتنا السهله والبسيطه هنعمل ايه؟ هنمسك معانا شيرين. السلام عليكم يا شيرين. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا حبيبتي؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا شيرين، عامله ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزه اسالك طريقه فراخ كنتاكي. معلش ممكن تعلي صوتك شويه؟ مش سامعاكي. كنت عايزه طريقه فراخ كنتاكي. عينيا الاثنين حاضر، هعمل لك الفراخ حاضر. عينيا الاثنين. عموما هتلاقيها عندي على القناه الخاصه بيا على اليوتيوب. عملنا ايه دلوقتي؟ احنا مسكناها اهو، شكلناها بكوره متوسطه. تمام؟ هنمسك الكوره بتاعتنا دي هنعمل بيها ايه؟ بالصباع بتاعك اهو ده هنخرم الكوره خرم بسيط كده. خرم الكوره ده هناخد، طبعا انا جايبه لكم اهي اصابع موتزاريلا. اصابع الموتزاريلا دي تقدري تقطعيها، دي افضل طبعا للحشو. تمام كده؟ تقدري تقطعيها زي ما انا مقطعاها كده قطع. تمام؟ هبتدي اضيفها جوه الفراخ بتاعتنا النهارده. ماشي؟ وهبتدي اقفل عليها. شفتي فاكرين البقله بتاعت الهدوم بتاعتنا بتاعت زمان؟ اهي انا لفتها اهو وعملتها كده بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. خلاص كده؟ عايزه تحشيها بقى خضار للاولاد عشان تبقى خلاص خلصناها اهو. هنضيفها للطبق هنا بتاعنا، وهنعمل واحده كمان عشان ما تكونش حاجه صعبه عليكم. حابه انك تضيفيها تضيفي لها اي حاجه من الخضار الولاد بيحبوها عندك، ضيفي لها على قد ما تقدري. حاولي وخصوصا في فصل الشتاء ان انت تعلي من مناعه الاولاد. ادي كوره كمان معانا هنفتح لها فتحه بسيطه اهي بايدينا، وهنبتدي نحط قطعه من الموتزاريلا بتاعتنا. حابه تحطي بقى اي نوع من انواع الجبن، حابه تحطي خضار، مش حابه تحطي حاجه خالص، كله ماشي يعني. تمام، المتاح عندك اعملي. هنكورها تاني. خلاص كده؟ طيب احنا جهزنا اهو بخصوص الكوره بتاعتنا. طيب هنعمل ايه؟ واضح ان هو واطي شويه بس ما فيش مشكله. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنبتدي معايا بيض، ومعايا لبن، معانا تليفون ابو اسلام. ايوه اتفضل. ابو اسلام السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. حضرتك فاكراني؟ انا ابو اسلام اللي كنت عامله عيد ميلاد مع ابنه. اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم. بس هو الولد كان اسمه زياد مش اسلام. والله انا مستني اسلام وزياد، فاكراهم. اتفضل. نعم مستني حلقه حضرتك والله بفارغ الصبر عشان اشكر حضرتك. ربنا يخليك. لا شكر على واجب بجد والله. الله يخليك. شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا على اللي انت عملتيه معايا والله العظيم. كان يوم يعني زي العسل. ربنا يخليه لك ويبارك لك فيه يا رب، وعقبال كل سنه ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيه وسلمني عليه. تسلمي يا فندم. احنا بنعمل لاخر مره والله بجد. شكرا لحضرتك. لا والله ده واجب علينا يعني، ما تقولش كده. ربنا يخليك يا سيدي. ربنا يبارك لك فيه يا رب. تمام كده؟ احنا عملنا ايه دلوقتي؟ ميرسي يا ابو اسلام. عملنا ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي ضفنا، اخدنا الكوره بتاعتنا الجميله. كان معايا هنا بيض وشويه لبن، بيض ولبن وعليهم رشه فلفل اسمر ورشه ملح. حطيناها هنا وبعدين حطيناها. كان معانا بقسماط مطحون، هنرجع ناخدها من هنا من البقسماط المطحون نرجعها للبيض، وهعمل لكم واحده تاني وهنرجعها للبيض وللبن معانا. ومعانا بقى حاجه هنا رهيبه قوي، خلطه. يا ريت زوم عليها من فضلكم. الخلطه دي هي عباره عن كورن فليكس بتاعنا بتاع الاطفال اللي بيفطروا بيه الصبح. انا بجيب الباكت بتاعنا من السوبر ماركت العادي خالص، وابتدي امسك الكورن فليكس ده اعمل فيه ايه؟ اطحنه بالهاند بلندر او عندك مطحنه، اخليه يكون حبيبات صغيره زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم بيدي شكل حلو، وطبعا كلنا عارفين ان هو برده هيديكي قيمه غذائيه كويسه. لو ممكن بس اوكي. اميره معانا على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايه عامله يا شيف ايمي؟ الحمد لله. ازيك يا اميره؟ انت كلمتيني قبل كده على فكره صح؟ اه انا كلمتك. ايوه حبيبتي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ ليه كده الخط قطع؟ طب حاولي تتصلي بينا. ميرسي اميره، ميرسي. هنجهز واحده كمان معانا، هنبتدي نحطها في البيض واللبن بس. تقريبا هنا معانا الحمد لله الجريل خلاص سخن. هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي بقى نضيف البرجر بتاعنا الجميل قوي ده اهي، قطعه البرجر بتاعتنا. هنسيبها كده تتشوح على النار. هنبتدي نشوحها على النار. انا بشوح مش بحمر. تمام كده. عايزه اعمل ايه بقى كده؟ حاجات حلوه وانتي بتعملي الساندوتش بنفس، خلي الاولاد كده تبقى مبسوطه وكانها بتاكل بره بالظبط. هبتدي احط طماطمايه، هبتدي اضيف شويه بصل. اعملي تكات ليكي كده في البيت مميزه تخلي الولاد يطلبوا منك اكل بره، اكل بره بس يكون في البيت. هبتدي اخد الكايزر بتاعنا بس مش دلوقتي، خلينا بس نسوي الاول هنا. طيب على بال ما تاخد كده تشويحه كويسه، هبتدي نعمل مع بعض هنا الكرات بتاعتنا الجميله دي. خلاص حطيناها في البيض واللبن. هنبتدي نضيف لها البقسماط بتاعنا، هنتبلها كويس بالبقسماط وبعدين هنرجع تاني نحطها في البيض واللبن بتاعنا. سهله وبسيطه جدا وما بتاخدش وقت، ونرجع نحطها في الكورن فليكس. تمام. هنحاول بس سوري اهي. تمام اتشوحت معانا. عايزه اقول لكم ان ريحتها طلعت فعلا، ريحتها جميله جدا وكانك بتاكليها من بره فعلا، مش بقول لكم الكلام ده بهزار. جربوها وثقوا فيا يعني، وان شاء الله هتكون النتيجه مضمونه جدا. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان اي حد بيتصل بيا داخل البرنامج في اي حلقه من الحلقات السابقه وطلب مني اي اكله، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اعملها لكم او اجهزها لكم عشان تشوفوها عندي على القناه على اليوتيوب، لان هنا بصراحه وقت البرنامج بيكون ضيق جدا. واي طلبات برضو انا هحاول ان انا انزلها لكم هنا. حطيت بقى بصوا التكه دي حلوه قوي ان انت تحطي عشان يتطعم بنفس طعم البرجر بتاعك ونفس الريحه ونفس الكلام ده كله. طيب الزيت معانا سخن. طبعا عايزه اقول لك على حاجه، انك بعد ما تشكلي البرجر بالطريقه دي تقدري ترصيه في اطباق عندك داخل الفريزر عشان لما تصحي الصبح للمدرسه تجهزيه او حاجه. تقدري كمان ان انتي تجهزيه من بالليل لو هتعمليه في اللانش بوكس بتاع المدرسه. عايزه اقول لك انها كلها حاجات سهله وبسيطه جدا. معانا هنا الجبنه الشيدر بتاعتنا، هنبتدي نضيفها لقطعه البرجر. الجبنه الشيدر دي اختياريه، مش شرط ان انتي تحطيها، عندك اي نوع جبن تاني تقدري تضيفيه مفيش مشكله، بس انا متوفر معايا النهارده الجبنه الشيدر. خليها كده تتطعم برده. يلا بينا بقى نبتدي نضيف الكرات الفظيعه دي للزيت. بسم الله. تمام. بصي بقى، انا خليت طبعا زيت غزير على قد ما اقدر، ونفس الوقت النار كانت عاليه عليه، وبعدين النار انا خليتها متوسطه. تمام تمام. طيب استاذنكم هنطلع. تمام. طب خلينا بس شويه نبتدي نخلص البرجر. تمام. وبعد كده نطلع فاصل. تمام. بس طبعا كل ده بيتحمر معانا اهو بطريقه سهله جدا جدا وبسيطه. انتوا شايفين ان ما اخدتش معانا اي حاجه. عايزه اقول لك بقى ان انت على قد ما تقدري ابتدي زيني كده كل حاجه، عشان الولاد بيحبوا الالوانات والحاجات دي، يمكن بيحبوها اكتر من طعم الاكل. وطبعا انا عارفه انكم كلكم ما شاء الله اللهم بارك نفسكم في الاكل يعني حاجه واو. بس احنا قلبنا اهي الكرات ما اخدتش اي حاجه معانا، وبتطلع مستويه جدا على فكره من جوه ومحمله يعني ما شاء الله. الواحده بس هتلاقيها محمله كده. تقدري بقى تعملي جنبها رز بسمتي بشويه خضار او مكسرات، تقدري تعملي جنبها شويه بطاطس شيبسي، شويه مكرونه، حاجات كده سهله وبسيطه. انا عارفه كمان الستات اللي بيشتغلوا العاملات بيكون ما عندهمش وقت. هنبتدي بقى نحضر الساندوتش بتاعنا اهو. هنبتدي نعمل ايه؟ هنحط الاول كده حته خس جميله. الحاجات الخضراء دي حلوه جدا ومفيده ومهمه طبعا كلنا عارفين. تمام. هنبتدي بعد الخس ده نرش رشه كده جميله قوي من الجزر. الالوانات دي زي ما قلت لكم الولاد بيحبوها. نبص بصه بس استاذنكم على الكرات بتاعتنا. تمام ما شاء الله اللهم بارك. هي كده. طيب انا كنت بس محتاجه ان انا اطلعهم على منزين. طيب تمام. هنطلعها كده في طبق. طبعا شايفين كلنا ما شاء الله ما اخدتش وقت خالص معانا اهي. هنطلعها بقى نسيبها تبرد هنا شويه ونبتدي نجهز لساندوتش التشيكن برجر. احلى ساندوتش طبعا عشان الولاد. ابتدي بقى حضري الصوصات بتاعتك ايا كان الصوص اللي الولاد بيحبوه جهزيه. ابتدي بقى شويه مستردة رشه جامده كده، ونبتدي ناخد قطعه البرجر بتاعتنا. خلاص ساحت الشيدر عليها. كريمه معانا على التليفون. الو كريم، استاذ كريم معانا على التليفون. انا اسفه استاذ كريم. ايوه كريم، كريم يا فندم. كريم، ايوه كريم. كريم ازيك يا كريم يا حبيبي؟ عرفت صوتك. الحمد لله، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. كريم اخويا، منوره التلفزيون. ده نورك يا كريم، عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الف الف مبروك طبعا، يعني ببارك لك على الهواء اهو. الله يبارك فيك. خطوبته بكره ان شاء الله. ومطلع عيني معاه بقاله كام يوم اهو، النهارده اهو، ما نمتش من امبارح عشان خاطره، بس كله يهون حبيبي يعني. احنا تعبناك والله، انا بتصل بجد يعني، بشكرك انت كاختي يعني. مفيش الكلام ده، امبارح تعبت ايه بس بدري. لا طبعا بشكرك على الهوا والله. لا يا حبيبي، ربنا يخليك ليا يا رب، وعقبال ان شاء الله الفرح الكبير، وربنا يهنيك انت وايمي حبيبتي. ربنا يهنيكم ويسعدكم يا حبيبي. حبيت اصبح عليكي كده واقول لك انت منوره الدنيا كلها ومنوره حياتنا. ربنا يخليك ليا يا كريم، وما يحرمنيش منك يا حبيبي. ربنا يهنيك ويسعدك. براحتك يا حبيبي ولا يهمك. ميرسي يا كيمو. يلا يا حبيبي، مع الف سلامه يا كريم. طبعا حضرنا الساندويتش بتاعنا اهو، ما اخدش معانا وقت خالص. شايفين بقى يعني، انا بحاول على قد ما اقدر اهو احببكم واوصل لكم ان الاكل بتاع بره غالي، ونفس الوقت مش هياخد نظافه ايدك، نظافه بيتك، التوفير بتاعنا قد ايه. احنا عارفين الايام بتاعه الدراسه بتكون كلها علينا محتاجه توفير. طيب من فضلكم هنطلع فاصل لو تسمحوا، وهنرجع، انتظروني. رجعنا لكم تاني. عايزه اقول لكم ان احنا حضرنا الاكل اهو. طبعا الاكل انا مجهزاه من قبلها، بس عايزه اوريكم انه ما اخدش وقت، يا دوب التحمير. عايزه اوريكم الساندوتش بتاعنا. طبعا تقدري تلفيه في اي حاجه انت تحبيها، والولاد هيحبوه وهيفضلوه جدا جدا اهو. معانا اكتر من واحد. حاولي بقى تزيني الدنيا كده وتظبطيها زي ما انتم متعودين معايا دايما. عايزه اقول لكم ان احنا نقدر نعمل اي حاجه هنا بخصوص كل الحاجات دي، يعني تعمليها جنبها اقصد يعني. وعايزه اقول لكم ان الجبنه الموتزاريلا داخل الأكلة بتاعتنا بتكون جميلة جدا كده، وبتكون يعني بتكون جميلة وبتكون سايحة كده وطعمها حلو قوي. عايزة افتحها لكم من جوه. تمام، يلا بينا نفتح واحدة، يلا بينا. طيب اوكي، يلا بسم الله اهي. عايزه اقول لكم ان هي الجبنه جوه بتكون سايحه وبتكون جميله وبيكون طعمها حلو ولذيذ جدا. اي حاجه محتاجينها مني ان شاء الله باذن الله ابعتوا لي على البيج بتاعتي وانا احضرها لكم الحلقه الجايه. تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هقول لكم تقدروا تعملوا جنبها افكار كتير جدا. ممكن تعملي رز زي ما قلت لك، تقدري تعملي سندوتشات البرجر دي بتكون حلوه جدا للولاد وبيحبوها وبيفضلوها. على قد ما تقدروا زي ما قلت لكم اعملي كده طابلو عندك على باب المطبخ، اكتبي مطبخ ماما زي ما انا عامله بالظبط، هيحبوه جدا جدا وهيفضلوا اكتر ان الاكلات بتاعه البيت. اعملي بقى كيك الصبح قبل ما ينزلوا كده، اكليها لهم واكليه لجوزك، هو كمان برده ليه حق علينا زي الاولاد بالظبط. شويه عصير حلوين يكون قيمتهم الغذائيه عاليه، وتديهم كمان باور. يعني عايزه اقول لكم باور كويس جدا عشان يقضوا بيه اليوم. عايزه اقول لك ان الكرات دي لما بتكون سخنه الموتزاريلا لسه فيها بتشد معاكي كده وبتديكي طعم خرافي يجنن. النهارده كنت مبسوطه جدا بيكم، وكنت سعيده جدا جدا وانا معاكم. على قد ما اقدر بحاول ان انا اساعد السيدات العاملات، يعني نحاول كده نساعد بعض باننا نعمل حاجات قيمتها الغذائيه عاليه خصوصا في الوقت اللي احنا فيه، ونفس الوقت برضو تكون حاجات بسيطه وسهله علينا، ما تكون موفره على كل ست بيت. يا رب النهارده يكون مطبخي افادكم، واكون قلت لكم معلومات جديده. حاولوا على قد ما تقدروا يا سيدات مصر والوطن العربي تساعدوني، بلاش على قد ما تقدروا اكل بره، بلاش الفاست فود من بره، خلينا ناكل في البيت اكل شهي واكل صحي وبنظافه ايد ماما. ان شاء الله يكون النهارده تكون الحلقه كده كانت خفيفه عليكم. اي حد محتاج مني اي حاجه ابعتوا لي على البيج بتاعتي على الفيسبوك الرسائل اللي انتوا عايزينها. وعلى فكره برد على التليفون على قد ما اقدر، استفسروا براحتكم خالص عن اللي انتوا عايزينه، انا عينيا ليكم يعني. وان شاء الله يكون النهارده الحلقه كانت مثمره. بحبكم جدا في الله، وانتظروني الخميس القادم 12:30 على الهواء مباشره ظهرا. يلا السلام عليكم ورحمه الله.